أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، هنروح سريعا لزميلتنا سالة حامد وموجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتعرف عليهم. يا سالة صباح الهنا عليكي، وأكيد سامعينك أنا وكريم، كل سنة وأنت طيبة طبعا بمناسبة عيد الحب. صباح الفل يا نهاوند، وانتي طيبه طبعا، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بيكي كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي في نهايه الاسبوع، وزي ما انتي قلتي يا نهاوند حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده طبعا خليني ابتدي معاك يا نهاوند باخبار الفريق الاول لكره القدم واخر طبعا استعداداته قبل يعني السفر او سفر بعثه فريق النادي الاهلي للجزائر. يمكن طبعا امبارح كان في تمرين ايضا على ارضيه ملعب مختار التتش، يمكن زي ما نقول على هامش المران، كان في يعني اجتمع مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره طبعا للاطمئنان على كافه الامور وطبعا الترتيبات الخاصه بسفر بعثه فريق النادي الاهلي للجزائر. يمكن طبعا اطمن على الاقامه والانتقالات وسفر الفريق. فطبعا يمكن اخر تمرينه كانت بالنسبه لفريق النادي الاهلي في الاستعدادات كانت امبارح، ولكن النهارده ان شاء الله قبل ما يتجهوا لمطار القاهره الدولي هيكون في تمرين طبعا في الفتره الصباحيه، يمكن التمرين هيكون كمان شويه على ملعب مختار التتش قبل يعني ما تتحرك بعثه فريق النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل لمطار القاهره الدولي. وان شاء الله يعني الطائره الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الساعه 3 العصر المتجهه باذن الله للجزائر ومواجهه طبعا فريق شباب لوزداد في الجوله الرابعه من مرحله دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي ان شاء الله المقرر لها يوم الجمعه يوم 16 فبراير طبعا في تمام الساعه 9 مساء ده بتوقيت القاهره في الجزائر. طبعا بالنسبه لفريق كره القدم يمكن خليني اروح بقى طبعا لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار فريق الاول لكره السله سيدات طبعا تحت قياده كابتن طارق خيري، طبعا كابتن كبير كابتن طارق خيري المدير الفني لكره السله سيدات. يمكن امبارح كان عندهم مباراه طبعا مهمه بالنسبه لسيدات كره السله امام نادي سموحه واللي انتهت بفوز يعني ملكات كره السله بنتيجه 90-62. طبعا مباراه يعني جمعت ما بين الفرقتين على صاله الشهداء داخل مقر النادي. يمكن شفنا يعني كابتن طارق خيري في المباراه وخلال المباراه امبارح يمكن دفع يعني اللاعبات الكبار طبعا ذو يعني خبره و خبرة كبيرة طبعا يمكن كانوا متواجدين في المباراة، وزي طبعا ميرال الأشرف، نادين سلعاوي، ثريا محمد، دينا عمر، يعني العديد طبعا من اللاعبات الكبار كانوا متواجدين ويمكن أدوا أداء جيد طبعا وأداء قوي سواء دفاعيا أو هجوميا شفنا في المباراة. يمكن دي طبعا يعني المباراة قبل المباراة النهائية في الدور الأول من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة سيدات. يمكن إن شاء الله آخر مباراة هتكون أمام نادي سبورتينج يوم السبت القادم، يمكن النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا للمباراه القادمه مباراه سبورتينج هتكون يوم السبت وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله سبورتينج في مدينه الاسكندريه. فان شاء الله كمان يوم الجمعه الفريق الاول هيتمرن هنا على صاله الشهداء وبعد كده هيسافروا للدخول في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه استعدادا للمباراه. ده بالنسبه لسيدات كره السله. خليني بقى اروح لكره السله رجال، ويمكن خليني طبعا اقول للساده المشاهدين وطمن جمهور النادي الأهلي على إصابة إيهاب أمين. يمكن طبعا تعرض إيهاب أمين نجم النادي الأهلي لكرة السلة تعرض لإصابة في الكتف، يعني يمكن إيهاب أمين في التدريبات الجماعية مع منتخبنا الوطني لكرة السلة تحت قيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل. يمكن طبعا شعر كابتن إيهاب أمين ببعض الآلام في الكتف، فيعني قرر مستر هنريك إنه يستبعده طبعا من القائمة النهائية لبطولة الودية والدولية لكرة السلة المقامة في قطر حاليا. فإيهاب أمين يعني متواجد حاليا في القاهرة، يمكن طبعا كمان بعثه منتخبنا الوطني سافرت خلاص لقطر لخوض المباريات في البطوله، ولكن إيهاب أمين يعني لسه حاليا في القاهرة بيواصل البرنامج التأهيلي الخاص بيه طبعا للتخلص من الإصابة والتعافي من الإصابة عشان بعد كده إن شاء الله يكون متواجد بنسبة كبيرة طبعا مع منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة الأفرو باسكت، واللي إن شاء الله تقام من يوم 23 ليوم 25 في القاهرة. يمكن دي طبعا يعني هو بس يومين هتكون التصفيات، ويمكن المباريات دي هتستضيفها صالة أو مجمع
الصالات للدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن دي الصاله طبعا اللي يعني هنشوف فيها المباريات، ويمكن بتستضيف يعني طبعا مباريات منتخبنا الوطني. يمكن طبعا منتخب مصر يقع في مجموعه مع مدغشقر وافريقيا الوسطى وكمان كوت ديفوار، يمكن دي الثلاث منتخبات اللي مع منتخبنا الوطني. وان شاء الله بعد كده الفريق او اللعيبه طبعا هتعود تاني للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، زي طبعا عمر طارق وكابتن عمرو الجندي وكمان مروان سرحان، سيف كيدار، وكمان بالتاكيد كريم حاتم الجزاوي. يمكن طبعا جميع اللاعبين دول هيرجعوا تاني للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، عشان ان شاء الله يمكن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن أنه المباراة المؤجلة بالنسبة للنادي الأهلي أمام الجزيرة هتقام يوم 29 من شهر فبراير الجاري، ويمكن دي المباراة المؤجلة من الدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة، عشان بعد كده إن شاء الله مع بداية شهر مارس هتبتدي المباريات في الدور الإياب أو الدور الثاني من بطولة الدوري. ده طبعا بالنسبه لفريق كره السله. فمباراه الجزيره ان شاء الله هتقام في تمام الساعه 8 مساء، وهتقام على صاله النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل. ده بالنسبه لفريق كره السله. يمكن طبعا خليني بقى اروح لفريق كره اليد. ويمكن امبارح او طبعا اول امبارح كان عندهم مباراه مع نادي طلائع الجيش، وفاز فيها النادي الاهلي بطبعا سكور كبير. يمكن كان امبارح برده بيوصل تدريبات بشكل طبيعي، والنهارده عندهم تدريب الساعه 4، عشان ان شاء الله يوم الجمعه في نفس يوم طبعا موعد مباراه الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري. نادي الأهلي عنده مباراة مع نادي الزمالك في بطولة الدوري. طبعا ده بالنسبه لفريق كره اليد. المباراه دي ان شاء الله هتقام في تمام الساعه 4 عصرا، وهتقام على ملعب محايد بالنسبه للفرقتين، وهي ملعب صاله الشباب والرياضه طبعا في مدينه السادسه من اكتوبر. ده بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه. كمان خليني اقول لكم ان فريق كره الطايره رجال كان امبارح عندهم مباراه مع نادي استرن كومباني او شرقيه للدخان، اول المباريات في مرحله تصنيف المستوى بالنسبه لفريق كره الطايره. عندهم كان عندهم امبارح مباراه واقيمت على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر، وانتهت بفوز الماسترز بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده كمان عندهم نفس المباراه، ولكن هتكون الساعه 9 على نفس الصاله، عشان بعد كده ان شاء الله هيكون في دور الثمانيه، واللي هيتحدد طبعا من قبل الاتحاد المصري لكره الطايره هيتحدد ان شاء الله مين النادي الاهلي هيواجهه في الدور الثمانيه بعد ما يتم قرعه ما بين الفرق. طبعا اول اربع فرق في المستوى الاول والاربع فرق التانيين في المستوى الثاني، فان شاء الله هنشوف بعد القرعه مين النادي الاهلي هيواجهه من المستوى الثاني او الفرق في المستوى الثاني طبعا في مرحله الدور الثمانيه او البلاي اوفز. المطالب منها النادي الاهلي ان هو يفوز في مباراتين من اصل ثلاث مباريات. كذلك ايضا يعني في فريق يعني فتيات الذهب او فريق الكره الطايره سيدات كمان عندهم مباراة يوم الجمعة ويوم السبت، ولكن دي هتكون في دور الثمانية أمام نادي الزهور، وأيضا هتقام في مجمع الصالات للدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر، ولكن المباراتين هيقاموا في تمام الساعة 8 مساء، عشان بعد كده إن شاء الله بعد يعني المرحله دي هيكون بعد كده في دور النصف النهائي بالنسبه لسيدات الكره الطايره. فطبعا المباراتين دول مهمين جدا بالنسبه لسيدات الكره الطايره امام نادي الزهور دور الثمانيه. مطالب ايضا يعني فريق كره الطايره سيدات انهم يفوزوا في نشكرك يا سارة على التغطية الأكثر من رائعة كالعادة، شكرا ليكي جدا من مقر النادي الأهلي.